السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو عرب، وإحنا النهاردة إن شاء الله في كابسول 21 لجريد 5 في الإنجليش وورد. وركز معايا الفرق ما بين الجاست وأجو. طيب، مبدئيا الجاست هي بنت البريزنت بيرفكت، تمام. أما أجو فهي بنت الباست سيمبل. ماشي، ما فهمتش حاجة. طيب، انت قلت لي بنت البريزنت بيرفكت، يعني الجمله بتاعتها لازم يكون فيها هاف او هاز علشان هي اصلا بتحب تيجي بعديهم. تمام. اما ده هي فهي بنت الباست سيمبل، يعني الفيرب اللي عاده في التصريف التاني زي بلاي بلايد اللي هي بتحط لها اي دي، واتش واتشد، او زي جو وينت. تمام. اجو مشكلتها ان هي بتتحط في الاخر، يعني مفيش بعدها كلام، تمام، ويجي قبلها تايم او وقت. تعال نشوف ازاي. يبقى هنا هو بيجي قبلها تايم او وقت. في بيجي نمبر 120 في ريفيجن بوك للمنار، الراجل كان كاتب الجمله دي اي فينيشد. طبعا انا بقول لك البيجي عشان لو انت حابب تطلع الكتاب وانت بتتفرج على الكابسولز دي تبقى انت برضو ايه عارف هي بتيجي ازاي. والراجل كاتب كده فيو مينتس اجو. طيب تمام، عايز مني بقى، هو عايز منك تستخدم جاست. طيب سهله جدا جدا جدا. كمان اول حاجه انت هتحط جاست في اي مكان بقى في الجمله هنتكلم عنه دلوقتي. جاست اول ما جت هتشطب فيو مينتس وتشطب اجو، يبقى قالب به كده وحل الجمله دي، لازم اشطب فيو مينتس اجو. طب انت حطيت جاست، هتعمل ايه؟ هتروح منزل اي، بعد كده انت قلت لي جاست بتيجي بعد هاف او هاز، الاي هتاخد هاف، يبقى اي هاف جاست، نزل فينيشد ونزل ذا هوم ورك. ذا هوم ورك ده بالنسبه للدرس بتاعي النهارده. نيجي ناخد واحده كمان، يلا بينا. هاجي اقول لك شي هاز درانك كولا، ويجي هنا هو يقول لي يقول لي هنا جاست، ويجي هنا هو يقول لي حط اجو. انا هنا عكستها، اعمل ايه بقى يا مستر محمد؟ انت قلت لي اجو ده هي لما بتيجي بتحب تاخد اخر حاجه ويجي قبلها وقت. جاست ده هي انت هتشيلها وتحط بدلها فتره صغيره، يعني تقول لي مثلا فيو مينتس مثلا اهو. طب اجو جت تعمل ايه؟ طبعا تشطب هاز وترجع درانك ده هو للتصريف التاني اللي هو درانك شرب، يبقى شي درانك كولا من امتى؟ فيو مينتس اجو. ده بالنسبه للكويستشن بتاع القاعده دي. تعالى ناخد كبسول جديده.